جاء إلى المسرح هذه الليلة ليكرم كواحد من الأعضاء المؤسسين ضمن 80 اسما يتم تكريمهم بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية. نبيل مبروك الراقص والمدرب الذي قضى نحو 40 عاما من عمره داخل هذه الفرقة. احنا طبعا ابتدينا سنة 59، 6 ولاد 6 بنات ومحمود وفريد. جينا نعرض المسرح، قالوا لنا لازم نعمل دعاية. جم يعملوا الدعاية، ما حدش يعرف محمود وفريد سنة 59. اضطرينا نلجأ لبعض الأسماء زي كارم محمود، شهر زاد والثلاثي المرح. جه الجيل الثاني بقى اللي هو حسن عفيفي وهناء الشرباجي وجلال عيسى، الناس دي كلها من الجيل الثاني للفرقة غير الستة الأولانيين. وابتدينا نعمل برامج بقى ضخمة كبيرة زي وفاء النيل مثلا. في بداية إنشاء الفرقة نفسها كان التفكير في أن يبقى في جيل تاني وفي جيل تالت، وده اللي احنا لازم كنا نعمله الحقيقة. وبدأنا بالفعل أعلننا فتح الفصول لكده، لأن لازم حقيقة يبقى في أكتر من جيل. النهاردة احنا بنشوف يعني السمار ده بنشوفه النهاردة من العرض اللي اتقدم، وبنشعر أن الفرقة بتستعيد قوتها بجد، وأعتقد أن دي هتكون مرحلة انطلاق في مرحلة جديدة بإذن الله. على مدار 60 عاما قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية لوحات فنية غنائية راقصة لخصت وعبرت عن المجتمع المصري متعدد الثقافات، فضلا عن حفظها لرموز الموروث الشعبي المصري غير المدون كبائع العرقسوس وأغاني الصيادين ورقصة البدوية وتحطيب الصعيدي وغناء الفلاحين لحصاد القطن المصري والموسيقى الشعبية التي أعاد الموسيقار علي إسماعيل صياغتها لتكون صوت مصر المعبر عن تراثها الذهبي. أحب أوضح بس نقطة، أن مستر محمود رضا لما جه عمل الفولكلور بتاعنا المصري عمل ذهب للعالم كله. يعني الفولكلور بتاعنا دلوقتي بيدرس في جميع أنحاء العالم على مستوى كبير جدا، في مدارس للرقص خاصة رقص الفولكلور في كل أنحاء العالم. محمود رضا صنع حاجة لمصر جامدة جدا، احنا المفروض نحافظ عليها بدورنا لان ده الفولكلور بتاعنا. انا داخلة من سنة 95، اتلمست على ايد محمود رضا، اتعلمت يعني ايه التزام وحب فرقة رضا من الاستاذ العظيم محمود رضا. احنا بننقل روح فرقة رضا للناس، عارفاها بتسأل عليها، بننقله وبنقول لهم انهم يجوا يتفرجوا علينا، احنا مستمرين ما تغيرناش. خدنا روح فرقة رضا من اساتذتنا العظام اللي موجود معانا، شرفونا النهارده وبيشرفونا دايما، ولسه يعني حاملين الرساله والامانه ولسه شغالين عليها. نشار على الريبورتوار كله القديم، في الكرومبا وفي سماح النوم، كل الحاجات الحلوه اللي الناس عارفاها اللي في ذاكره المشاهد. منذ تأسيسها عام 1959 أكسبت الرقص الشعبي احترام المجتمع وحلقت به نحو العالم، فحصدت الجوائز ورفعت شأن مصر كقوة ناعمة تعبر عن بلد متحضر يقدر الفن الجميل.